طارق يقلب سيدي قاسم، حنا في ضياع وتنستنكروا هادشي ديال المحكمه ديال الاستئناف. الضياع ديالنا 1451 2016، وتنطالبوا السيد الوزير يتدخل باقرب وقت، لان الجماعه السلاليه تحاول دير واحد الاعتصام امام المقر ديال البرلمان او وزاره العدل، او تنطالبوا سيدنا يتدخل فورا. سيدنا يتدخل، تنطالبوا سيدنا فورا لانه مع الفقراء، لان سيدنا تنعرف مع الفقراء وكيعرف الحق وكيطبق لنا القانون كما يروي. والان تنطالبوا تحقيق، طالبوا سيد الوزير العدل لتحقيق في هذا الملف 451 على 2016، لان السيد الخصم ديالنا عنده نفوذ قويه وقويه جدا في محكمه الاستئناف، كيستجيبوا له لكل المتطلبات ديالو. وبقنيطره الملف 451 مدني بقنيطره محكمه الاستئناف بالقنيطره. كنطالبوا سيدنا باش سيدنا يدخل في هذا الشيء. الجماعه السلاليه قبيلة شراردة دائرة قيادة كبير طالب عملت سيدي قاسم، محكمة الاستئناف كتلعب لنا في الملف ديالنا في الدوسي، ولغاو لنا الحكم ابتدائي، وكنت تلعبات بزاف تما في القنيطرة. جمعية حقوق الإنسان باش تضامن معنا ونديرو اعتصامات وزارة العدل باش ننظر في الملف ديالنا، رحنا في ضياعة والسيد عنده النفوذ ديالو وكيتلاعب في المحكمة الاستئناف في القنيطرة. شكرا لقناة الوطنية اللي دعمت معنا ووقفت معنا في هذا الشيء هذا، وتنطالبوا جميع المسؤولين يوقفوا معنا في هذه المحنة هذه، لأن حنا مظلومين بزاف. وتنطالبوا سيدنا، تأكدوا على سيدنا يتدخل تدخل فوري في هذه المسألة هذه، لأن الجماعة في ضياع. والغريب في الأمر السيد وزير العدل بأن السيد الخصم ديالنا اللي خاص الدعوه مشى عند رئيس المحكمه واعطاه وملف داه شخصيا ديال النيستان فو داه شخصيا المحكمه الاستئناف ديال القنيطره، والدليل ها هو فيه مكتوب فيه السيد عادل الهداوي داه شخصيا داه. واش هذا واش ممكن يديه؟ ماشي ممكن، ماشي واش ممكن يديه شخصيا ويشحل الكليه ويعرف شنو فيها؟ دا محكمة الاستئناف، لا يعقل، لا يعقل السيد الوزير يدير هادشي هذا، لا يعقل، لا يعقل يدير هادشي. المحكمة ديال سيدي قاسم لا تعقل تعطيه هاد الملف يديه شخصيا للاستئناف، محكمة الاستئناف لا يعقل شخصيا. ها هو مكتوب، ها الدليل في مقفي مكتوب، كل شيء قدامك، ها هو السيد الوزير العدل. وتم التحقيق في هذا الموضوع، وتنطالبوا جميع الحقوق يتدخلوا معنا، ونطالبوا سيدنا يتدخل معنا، لان راه في حاله لا يرثى لها الجماعه السلاليه قبيل شرطه ولاد مسلم قياده بيرطال، راه في حاله لا يرثى لها. تنطالبوا التدخل الفوري، جميع الحقوق يعني يتدخلوا معنا ويتعاونوا معنا، لان مسؤول في المحكمه كيعطي ملفات كيديوهم من سيدي قاسم للاستئناف، كيديهم شخصيا، كيديهم من راسهم، يعني شخصيا كيديهم من راسهم، كيديهم متقاضيين، متقاضيين هما اللي كيديهم، ماشي كيمشيو للكليات ولا يمشيو على البوسطه ولا شي، كيديهم متقاضيين هما اللي كيديهم، كيديهم شخصي كيدي المحكمة الاستئناف باش عارف الفساد راه كاين في محكمة سيدي قاسم. وكيحلوهم، يحلو الكليات، كيديهم يحلو الكليات، واش راه خطير هذا؟ وعارفوا شنو الأسرار شنو فيهم تما كاينات في الملفات؟ راه اصلا خطير هادشي، هذا راه خطير هادشي، ماشي راه خطير السيد الوزير. ها يا سيد الوزير، هذا الدليل ديال السيد الوزير، ها هو عاطيه له الداي عادل الهداوي، هو يداي من سيدي قاسم، من سيدي قاسم المحكمة الاستئناف. واش كاين شي انسان كيدي هو خاسر في الدعوة وكيدي يدي الدوسي بيدو المحكمة الاستئناف يستانفو ويديه هو بيدو؟ لا يعقل، لا يعقل هادشي هذا، ماشي من المعقول. وربحوا في الاستئناف، وربحوا في الاستئناف، ما مدى هو عرف الوثائق اللي فيه، ربحوا في الاستئناف حسب الاطراف اللي عنده هو تما كاين. تنطالبوا السيد الوزير تدخل فوري.